وزارة التربية والتعليم أكدت امتحانات الشهر لصفوف النقل فقط. كمان معنا جمانة تلفزيون بريكس، أبرز جهود مصر لتذليل العقبات أمام ذوي الهمم للاندماج في المجتمع. تفاصيل أكثر هنستعرضها مع حضراتكم في سياق العرض اللي جاي. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت أن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان أعلن تقديم 112,685,383 خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للنسخة الثانية مساء يوم 31 يوليو 2024 وحتى مساء الخميس 10 أكتوبر وفي إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية جديدة لبناء الإنسان. امبارح أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات الشهر لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، حيث تعتبر اختبارات الشهر جزء أصيل في تقييم الطلاب خلال العام الدراسي، ده بالإضافة لتقييمات الأسبوع وكراسة الواجب وامتحانات نهاية كل فصل دراسي الأول والثاني. وحذرت المدارس طلاب المرحلة الثانوية من الغياب عن المدرسة، مشددة على أن عدم الحضور بيؤدي لخفض درجات الطلاب المخصصة لأعمال السنة، حيث أن هناك 10% من درجات الطالب مخصصة للسلوك والمواظبة والحضور، إضافة لكشكول الحصة والواجب بنسبة 15% والتقييم الأسبوعي بنسبة 15%، ليكون بذلك إجمالي أعمال السنة 40% من الدرجة الكلية للمادة. امبارح سلط تلفزيون بريكس الضوء على الجهود اللي بتبذلها القيادة السياسية في مصر لتذليل العقبات أمام ذوي الهمم للاندماج في المجتمع وتحسين ظروفهم المعيشية. ولفت التلفزيون في تقرير أذاعه إلى أن الحكومة المصرية بتسعى لتعزيز دور ذوي الهمم في بناء الدولة وتوفير الظروف الملائمة اللي بتساعدهم على التمتع بالاستقلال الذاتي والاعتماد على النفس، مدللاً على ذلك بموافقة مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم. وأوضح التلفزيون أن التعديلات بتشمل إعفاء ذوي الهمم من الرسوم وضريبة القيمة المضافة على السيارات ووسائل النقل الفردية المصممة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، مع تحديد سنة الصنع للسيارات اللي بيتم استيرادها للأشخاص ذوي الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنين بما فيها سنة الصنع.